السلام عليكم. هنبدأ نراجع أول جزء عندنا في الوحدة الأولى بعنوان لو سبور، الرياضة. اتفقنا مع بعض إن ينفع أستخدم فيرب فير بمعنى يمارس مع الرياضة، وينفع أستخدم فيرب جوي مع الرياضة، وينفع أستخدم فيرب براتيكي وأفعال التفضيل كلها مع الرياضة. بس طبعا هنا جماعة لما بنيجي نستخدم كل فيرب من دولت مع الرياضة لازم عندي شروط معينة. طيب نعرف أول حاجة الكونجيجيزون، التصريف بتاع الفيربات ديت. فيرب فير يتصرف إزاي؟ فيرب تروازيام جروب زي ما اتفقنا مع بعض. جو في، تي في، إل إل في، نو فيزون، فو فيت، إل إل فون. فيرب جوي، فيرب بريمي جروب مجموعة أولى. جو جو، تي جو، il elle joue, nous jouons, vous jouez, il elle joue. Verbe pratiquer, verbe part de premier groupe. Je pratique, tu pratiques, il elle pratique, nous pratiquons, vous pratiquez, il elle pratique. طبعا يا جماعه اتفقنا لما بستخدم verbe faire مع رياضه لازم استخدم معاه حاجه اسمها les articles partitifs، أدوات التجزئة اللي هما دي، دو لا، دو إلى بوستروف. حسب الرياضة، لو الرياضة ماسكولا تبقى دي، الرياضة فيمينا دو لا، الرياضة لو أولها حرف فويال دو إلى بوستروف. أنا هنا بقول جو في دي تينيس، أنا بمارس التنس. جو في دو لا ناتاسيون، بمارس السباحة. جو في دو ليكيتاسيون، بمارس الفروسية. طيب عشان أستخدم فيرب جوي مع الرياضة، يبقى عشان استخدم فيرب جوي مع الرياضة بستخدم أدوات اسمها les articles contractés، اللي هي أدوات الدمج والإدغام مع حرف الأ، اللي هما أو، ألا، أل أبوستروف، أو مع الجمع. بقول جوجو أو تينيس، أنا بلعب تنس. جوجو ألا بيتونك، أنا بلعب بالكرة. كلمة بيتونك دي رياضة المفروض في فرنسا، عبارة عن حاجة اسمها لعبة الكرة الحديدية، دي خاصة بكبار السن بيلعبوها زي ملعب كده نجيلة أو رملة وبيلعبوا فيها. جوجو أوزيشيك، أنا بلعب شطرنج. بعد كده أخدنا أفعال التفضيل اللي هي براتيكي يمارس، إيمي يحب، أدوري يعشق، ديتستي يكره. قلنا الفيرب وفيرب بريفيري يفضل، الفيربات دي غصب عننا لازم يجي بعديها لو لا لي إلا أبوستروف ألف ولام دايما. حتى أقول بالعربي كده، أنا أفضل التنس، أنا بكره الباسكت، أنا بمارس الجودو، لازم ألف ولام بعدهم. يبقى طبعا هنا وأنا بتكلم بقول جو براتيك لو تينيس، je pratique le yoga. هنحل على الكلام دوت مع بعض دلوقتي ان شاء الله